اجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من أحبار اليهود ووفد نصارى نجران، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان به ودعاهم إلى طاعته. فقال أبو رافع القرظي: أتريد منا يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران يلقب بالرئيس: أوذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله، أن نعبد غير الله أو أن نأمر بعبادة غير الله، ما بذلك أمرني ولا بذلك بعثني. فأنزل الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا ثم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لا ينبغي ولا يصح ولا يستقيم ولا يعقل لأحد من البشر أن ينزل الله عليه كتابه الآمر بالتوحيد والناهي عن الشرك ويجعله حكما بين خلقه ويختاره نبيا، ثم يقول للناس: اعبدوني من دون الله. فذاك من المستحيل والمحال بحال. كيف لأكمل الخلق على وجه الأرض أن يأتي بأقبح الأوامر على الإطلاق؟ أيعقل لمن أنعم الله عليه بتلك النعم العظيمة أن يقول للناس هذا القول الشنيع والمنكر، ولكن يقول: كونوا ربانيين؟ وربانيين جمع رباني، وهو كل إنسان أخلص لله تعالى في عبادته وراقبه في كل أقواله وأفعاله واتقاه حق التقوى وجمع بين العلم النافع والعمل به وقضى حياته في تعليم الناس وإرشادهم إلى ما ينفعهم، وهو من نطلق عليه باللغة الدارجة راجل بتاع ربنا. وبذلك يكون معنى كونوا ربانيين كونوا حكماء فقهاء علماء حلماء بما كنتم تعلمونه غيركم من وحي الله تعالى وبما تدرسونه منه حفظا وعلما وفقها. نسأل الله العظيم بكرمه وفضله أن نكون من عباده الربانيين الذين يتعلمون القرآن الكريم ويعلمونه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وبذلك يكون القرآن الكريم قد رد أبلغ رد على النصارى الذين كانوا يقولون أن عيسى أمرهم أن يتخذوه ربا. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا ثم تعلمون الكتاب
الكتاب وبما كنتم تدرسون.